ده فايدته ان هو بيسبورت الريتنا في مكانها، هو اللي بيخلي الريتنا ان بليس في مكانها كده. يعني وانت بتتحرك وبتبص لتحت وبتبص يمين وبتبص شمال، الريتنا بتاعتك ما بتنفصلش. ليه؟ لان موجود الفيتريوس بتاعنا ده، اسمه ايه؟ الجسم الزجاجي، او اسمه الفيتريوس ماتش. خلاص كده يا جماعه؟ طيب يبقى انا قلت لك العين من جوه فيها لينس، وفيها انتيرو تشيمبر وبوستيرو تشيمبر، فيهم سائل اسمه اكواس هيومر، وفي هنا فيتراس بادي موجود ورا اللينس قدام الريترا. خلاص يبقى ادي ده اسمه الاي بول. انا مش عاوزك تقلق، لان الحاجات دي كلها ندرسها كشباتر منفصله. يعني احنا ناخد شابتر منفصل اسمه الاي بول، هناخد الكورنيا وهناخد اللينس وهناخد السكليرا وهناخد الايريس والسيلاري بادي وهناخد الريتنا وهناخد الاوبتيك نيرف وهناخد كل الاستراكشرز دي، هنبدا ناخدها بعد كده بالتفصيل. تمام؟ طيب العين موجوده جوه علبه عظم، العلبه العظم دي بنسميها ايه؟ او التجويف العظم ده اسمه ايه؟ اسمه الاوربت. فلما حضرتك تيجي تبص كده هتلاقي ان العين بتاعتنا ادي ده الكافيتي اللي موجوده العين جواه. خلاص احنا عندنا اتنين بوني كافيتس موجودين على جانبي النوز، اسمهم ايه؟ اسمهم الاوربت. الاوربت ده لما تيجي تبص على العيان بالجنب برضو كده، لما تيجي ترسم الاوربت بالجنب هتلاقي ان الاوربت لا روف ولو فلور، وادي العين موجوده هنا كده. انتوا واخدين بالكم المقطع ده؟ ده واحد بالجنب، فده الروف بتاعه، ده الفرونتال بون اهو، وده الروف بتاعنا، وادي ده الفلور بتاعتنا اللي هي عظمه المجزله، وادي دي العين في النص. لقينا ان الاوربت على شكل بيراميد. يعني ايه على شكل بيراميد؟ يعني مخروطيه الشكل او هرميه الشكل. البيراميد له ايبكس وله بيس. البيس بتاعه المخروط دايركتد انتيريورلي، بصه لقدام. لكن الايبكس بتاعتنا بتبقى واصله لورا، يعني دايركتد ايه؟ بوستيريورلي. مش ده بيراميد اهو؟ طيب هو الاوربت العظم ده موجود في ايه يا دكتور؟ موجود في العين، وموجود في اوربيتال فات، الفات او الدهون اللي حوالين العين. اصل يا جماعه العين بتاعتنا دي حاجه سوفت، حاجه طريه، والعظم بتاع الاوربت دي حاجه ناشفه، فما ينفعش العين تبقى موجوده دايركت على العظم بتاع الاوربت. فربنا يعمل مخدات من الدهون اوربيتال فات حوالين العين، محوطه للعين كده. عارفين يا جماعه الفات دي المسؤوله ان العين تبقى شكلها جميل والبره كده. الناس لما بتكبر في السن الفات ده بيحصل له حاجه اسمها ابزوربشن. يعني كلمه ابزوربشن؟ امتصاص. فلما الفات ده يمتص العين بترجع لورا، يعني بتدخل لجوه كده، يعني بيحصل لها حاجه اسمها اينوفسالموس، دخول العين. يعني اينوفسالموس؟ عشان كده تلاقي الفنانين والحاجات بيبداوا يحقنوا فات ورا العين علشان يدي العين شكلها. خلاص كده؟ يبقى ادي ده الاوربت. احنا هندرس الاوربت بعد كده بالتفصيل والامراض اللي بتيجي فيها. اخر حاجه برضو عاوزين نتكلم عليها في المقدمه بتاعتنا دي حاجه اسمها ادينكسا. يعني ايه كلمه ادينكسا يا دكتور؟ كلمه ادينكسا دي عباره عن استراكشر ربنا عاملها علشان تساعد العين تقوم بوظيفتها، لكن هي لوحدها ما تعرفش تقوم بوظيفه الرؤيه. مش العين يا جماعه بتشوف؟ علشان العين تشوف ربنا يعمل لنا حاجه اسمها اي ليدز. يبقى يعني ايه كلمه اي ليدز؟ الجفون. هي الجفون دي بتشوف؟ لا، ولكن الجفن ده، ادي دي العين بتاعتي، هتلاقي ان انت عندك فيه جفن فوق وجفن تحت. الابر اي ليد واللور اي ليد فايدتهم ان هم بيحموا العين عشان تعرف تقوم بوظيفه الرؤيه، فدول اسمهم ادينكس. رقم اتنين، هتبص كده هتلاقي ان ادي ده الجفن بتاعك، وادي دي العين، وادي ده الجفن اللي تحت. حد واخد باله المقطع ده متاخد ازاي؟ ده واحد واقف بالجنب برضه، فده الجفن اللي فوق بتاعه اهو، وده الجفن اللي تحت بتاعه اهو، ودي العين اهي. لو انت بصيت على الجفن ده هتلاقيه من بره عباره عن سكين، يبقى الجفن بتاعنا متغطي من بره عباره عن ايه؟ سكين. ومن جوه متبطن بميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين اللي بالاحمر ده اسمه الكونجنكتيفا. يبقى الميوكس ممبرين اللي انا بظلله كده ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه الكونجنكتيفا. يعني ايه كلمه كونجيوجيت؟ يلحق. الممبرين اللي بالاحمر ده لقيناه ان هو بيكونجيوجيت، بيلحم بتوين الاي ليد الجفن يعني، وبتوين العين، فسميناه كونجنكتيفا. عارف بالظبط زي ايه يا دكتور؟ زي الشفايف، اللبس من بره عباره عن سكين، ومن جوه متبطنه بميوكس ممبرين، صح؟ الكونجنكتيفا برضو ده ميوكس ممبرين، ده يعتبر من الادينكس. طب ثالث حاجه من الادينكسا يا دكتور،
تالت حاجه من الادينكسه، العين بتاعتنا اهي، العين بتاعتنا لقينا ان مهم جدا يبقى في طبقه تعمل لوبريكيشن. يعني ايه تعمل لوبريكيشن؟ يعني تعمل ترطيب للعين، اللي هي طبقه الدموع. طب طبقه الدموع دي بتتفرز من خلال غده، الغده دي اسمها لاكريمال جلاند. لاكريمال جلاند لما ناخد ان شاء الله في شابتر اللاكريمال هنعرف ان هي موجوده ابر ولاترال، موجوده في الجزء ده يا جماعه، فوق وبره. علشان تفرز الدموع، الدموع لما بتتفرز بتبدا تغطي العين وتحمي العين وترطبها. الجفن يا جماعه طول الوقت طالع ونازل، ففي احتكاك، فلازم يبقى في طبقه لوبريكيشن اللي هي طبقه الدموع. فالدموع فايدتها ان هي بتعمل لوبريكيشن للعين، وبعدين بتبدا تتصرف من خلال انابيب. ربنا يروح عامل لنا انابيب كده، الفتحات دي فتحه البنكتم، وبعدين يطلع منها انبوبه صغيره كده بيسموها كاناليكولاي. احنا عندنا في ابر كاناليكولاس ولور كاناليكولاس، والانابيب دي تتجمع مع بعض في حاجه اسمها كومن كاناليكولاس، ثم تعمل لنا كيس اسمه الكيس الدمعي او اسمه لاكريمال ابريتس، اللاكريمال ساك، ثم تنزل من خلال انبوبه اسمها نيزو لاكريمال داكت علشان تتصرف فين؟ في النوز. الجهاز ده على بعضه اسمه لاكريمال ابريتس، كلمه ابريتس يعني جهاز ولاكريمال يعني دمعي. الجهاز الدمعي اللي هو بيفرز الدموع وبيصرف الدموع ده يعتبر ادينكسا برضه. اخر حاجه في الادينكسا حاجه اسمها اكسترا اوكولار ماسلز. يعني ايه يا جماعه اكسترا اوكولار ماسلز؟ الاكسترا اوكولار ماسلز دي العضلات اللي ماسكه في العين من بره، العين ماسك فيها عضلات اسمها اكسترا اوكولار ماسل. احنا عندنا 6 اكسترا اوكولار ماسل. العضلات دي فايدتها ان هي بتحرك العين في كل الاتجاهات. العضلات دي لو اتشلت العين مش هتعرف تشوف في جميع الاتجاهات، فدي تعتبر ادينكسا برضه. انا مش عاوزك تقلق، الحاجات دي كلها احنا هندرسها بعد كده كشباتر منفصل. يعني احنا عندنا في شابتر اسمه كونجنتايفا، شابتر اسمه لاكريمال ابريتس، شابتر اسمه الايلد، وشابتر لو انت ضربت الاكسترا اوكولار ماسلز شابتر اسمه سكوينت او اسمه الحول. فالكلام ده احنا ناخده كشباتر منفصله. انا يهمني في الانترودكشن دي ان انت بس تعرف اسماء الحاجات اللي انت خدتها قبل كده في الاناتومي. اخر حاجه عاوز اقولها بس يا جماعه، في شويه مصطلحات هتهمنا جدا واحنا ماشيين في المديول بتاعنا، مديول الرمد. ايه المصطلحات دي يا دكتور؟ مش كل واحد فيكم له اسم مكتوب في يعني اسمه الحقيقي واسمه دلع. احنا برضو عندنا كل حاجة في العين لها اسم دلع تقريبا. يعني مثلا الاي بول اللي هي الكرة بتاعت العين دي لها اسم دلع اسمه جلوب، او الاسم التاني الدلع بتاعها اسمه بلب، او بيسموها بلبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اقول لك اي بول او جلوب هي نفس المعنى. يعني لما اقول لك في واحد حصل له ربشر جلوب، يعني ايه ربشر جلوب؟ يعني العين معناها اقصد الكره بتاعت العين فرقعت. او واحد عنده او اسم بلبر، بلبر معناها اي بول. يعني مثلا في حاجه اسمها ريترو بلبر اناسيزيا. يعني ايه ريترو بلبر اناسيزيا؟ يعني انا بحقن اناسيزيا او مخدر ورا العين، فكلمه بالب معناها الكره بتاعت العين. طب حلو قوي. الاي ليد اللي هو الجفن له اسم دلع اسمه بليفارو او بلبيبرال. هنبدا نتلخبط بقى. الاي ليد اللي هو الجفن اسمه بلبيبرال، لكن الاي بول اسمه بلبر. طب هتفرق في ايه؟ لا هتفرق. لما اقول لك يا دكتور الجزء ده من الكونجنتايفا، مش انا قلت لكم ان الممبرين الاحمر ده اسمه كونجنتايفا؟ الجزء ده من الكونجنتايفا ماله؟ بيبطن الجفن، يبقى اسمه ايه؟ بلبيبرال كونجنتايفا. لكن الجزء ده من الكونجنتايفا بيغطي العين، يبقى ده اسمه ايه؟ بلبر كونجنتايفا. يبقى انا لما اقول لك كلمه بلبيبرال انا اقصد الايليد، اقول لك كلمه بلبر يبقى انا اقصد مين؟ الاي بول. طيب الاسم الثاني اسمه بليفارو. هناخد مرض بعد كده يا جماعه اسمه بليفارايتس. يعني ايه كلمه بليفارايتس؟ ايتس يعني انفلاميشن، بليفارو يعني ايليد، فكلمه بليفارايتس معناها انفلاميشن في الايليد. خلاص؟ طيب عاوز اقول لك ان كلمه كورنيا قرنيه يعني بندلعها نقول عليها كيراتو. فاحنا عندنا مرض اسمه كيراتايتس، يعني ايه؟ انفلاميشن في الكورنيا. خلاص؟ طيب لاكريمال
بيسموها داكريو. داكريو. فاحنا هناخد مرض بعد كده اسمه داكريو سيستايتس. يعني كلمة ايتس انفلاميشن، ويعني كلمة سيست يعني ساك، ويعني كلمة داكريو لاكريمال. فكلمة داكريو سيستايتس معناها انفلاميشن اوف ذا لاكريمال ساك. خلاص؟ طيب انتوا عارفين يا جماعة الميدل كوت؟ الميدل لاير اللي هو الايرس والسيلياري بادي والكرويد، التلاتة دول مع بعض بنسميهم يوفيال تراكت. يوفيال تراكت هو ده معنى الميدل كوت. كلمة يوفيا اصلا باللاتيني معناها عنب، لان اللي شاف اليوفيا لقاها لونها احمر كده وبتاخد الوان زي العنب، وكمان كانت فراجايل. خلي بالك الايريس والسيلير بادي والكوريد اصلا حاجات فراجايل لانهم مليانين بلاد فيسلز. خلاص؟ وكمان بتبقى في النص في فتحه كده اللي هي فتحه البيوبل عامله زي العنبايه كده بالظبط، ما هي العنبايه بتبقى فيها ايه العنقود بتاعها كده، فسموها يوفيال تراكت. طب احنا بندلعها نسميها ايه؟ يوفيا. فاحنا عندنا مرض اسمه يوفيايتس. يعني كلمه يوفيايتس؟ انفلاميشن في الميدل كوت، يعني انفلاميشن في الايريس والسيلاري بادي والكورويد. خلاص يا جماعه الانترودكشن دي كان الهدف منها ان انت تعرف اجزاء العين وتعرف شويه مصطلحات هيفيدوك بعد كده لما تمشي في المديول بتاع الرمد. خلاص تمام. في جزء عندنا اتضاف جديد في المنهج، حاجه اسمها امبريولوجي. يعني ايه كلمه امبريولوجي؟ يعني كل حته عندنا في العين طالعه منين. الامبريولوجي اوف ذا اي او بتاع الجسم كله بيطلع من حاجه اسمها امبريونيك ديسك. الامبريونيك ديسك يا جماعه زي ما انتم عارفين عباره عن ثلاث طبقات، عباره عن حاجه اسمها اكتودير، طبقه الاكتودير، وعباره عن طبقه كمان اسمها طبقه الميزودير، وعباره عن طبقه كمان اسمها طبقه الاندودير. مبدئيا كده الاندوديرم دي بتدي جي اي تي، فمهاش لها لازمه عندنا في العين، فاحنا مش محتاجينها خالص. العين بتاعتنا بتطلع من الاكتوديرم ومن الميزوديرم. الاكتوديرم ده بيبدا ينقسم لحاجه اسمها السيرفس اكتوديرم، وحاجه كمان اسمها نيورال اكتوديرم. السيرفس اكتوديرم ده اللي هيدي السكين، لكن النيورال اكتوديرم هيدينا حاجه اسمها نيورال تيوب اللي هتدي النيرفاس تيشو. خلاص كده؟ لكن الميزوديرم زي ما انتم عارفين ده اللي بيدي الكونكتيف تيشو، يعني اي بون اي مصل اي كارتليج بياخد بتطلع منين؟ بتطلع من حاجه اسمها الميزوديرم. انت عندك جدول صغير كده موجود في المذكره بيقول لك ان كل لاير من دول، يعني السيرفس اكتوديرم بتدي ايه؟ والنيورال اكتوديرم بتدي ايه في العين؟ والميزوديرم بيدي ايه في العين؟ علشان تفهم الكلام ده تعالى اقول لك الحكايه بدات ازاي. الحكايه بدات يا دكتور ان انت عندك السيرفيس اكتوديرم بيبدا ينقسم لطبقتين، طبقه اسمها قصدي الاكتوديرم بينقسم لطبقتين، السيرفيس وحاجه اسمها نيورال اكتوديرم. خلاص؟ ادي ده السيرفيس اكتوديرم اهو. النيورال اكتوديرم بيديني تيوب. التيوب دي بيسموها النيورال تيوب. ادي دي التيوب بتاعتي انا هقطعها كده، ده اسمه نيورال تيوب. وبيدخل في النص مين دلوقتي؟ وبيدخل في النص الميزوديرم اللي هو بالاحمر ده. ايه اللي بيحصل بقى يا دكتور؟ اللي بيحصل ان السيرفيس اكتوديرم ده بيبدا يطلع لها ثلاثه سويلنج. الثلاثه سويلنج دول اللي بيتعملوا دول في النيورال تيوب، ادي ده اول سويلنج اهو، وادي كمان سويلنج، وادي كمان سويلنج. السويلنج ده اسمه الفور برين، وده اسمه الميد برين، وده اسمه الهايند برين. العين هتطلع منين؟ هتطلع اكيد من الفور برين. يبقى النيورال تيوب لما انفصلت عن السيرفيس اكتوديرم بدا يطلع فيها ثلاثه سويلنج. الثلاثه سويلنج اسمهم فور برين وميد برين وهايند برين. الفور برين ده هو ده اللي هيدي العين. فالمنظر بيبقى كالاتي، ادي ده السيرفيس اكتوديرم، وادي ده الفور برين، وادي ده في النص الميزودير. بنلاقي ان الفور برين بيبدا يطلع منه حاجه اسمها دايفيرتيكولم. ادي ده اسمه الدايفيرتيكولم اهو، ده اسمه بروجيكشن كده حاجه زي الودان كده اسمها دايفيرتيكولم. اتنين دايفيرتيكولم بيتكونوا له كده، عشان ده يدي العين اليمين مثلا وده يدي العين الشمال. الدايفيرتيكولم ده اسمه برايمري اوبتيك
فيزيكال. يبقى خلي بالك بقى عشان مكتوب عندك في الكتاب ما هو تعريف البرايمري اوبتيك فيزيكال. هو عباره عن بروجيكشن او عباره عن دايفرتيكولم. طالع منين يا دكتور؟ طالع من الكرينيال بارت، الكرينيال بارت بتاع الفور برين. مش ده اسمه فور برين؟ هو طالع من الكرينيال بارت بتاع الجزء الامامي من الفور برين. خلاص بيبدا البرايمري اوبتيك فيزيكلز ده يبدا يكبر، يحصل له جروس توردس مين يا دكتور؟ توردس السيرفيس اكتوديرم. اول ما يوصل للسيرفيس اكتوديرم بيبدا يخبط فيه. اول ما يحصل كونتاكت بينهم، الكونتاكت ده ميكانيكال اريتيشن. فالميكانيكال اريتيشن في السيرفيس اكتوديرم يعمل بروليفريشن اند ثيكنينج. فتبص على السيرفيس اكتوديرم هنا تلاقي الحته دي بدات تتكاثر وتعمل بروليفريشن وتعمل لي ثيكنينج كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه اللينس بلاكود او اللينس فيزيكلز. دي الفيزيكل اللي هتعمل الكريستالاين لينس بعد كده. وتبص على البرايمري اوبتيك فيزيكل ده تلاقيه بدا يحصل له حاجه اسمها انفاجينيشن بالمنظر ده كده. والفيزيكل دي تفضل تكبر 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 لحد ما تقع بالجرافيتي في الاوبتيك فيزيكل. فالمنظر يبقى عامل ازاي؟ المنظر يبقى عامل كده. يبقى احنا عندنا ادي ده السيرفيس اكتودير، وادي ده الفور برين، وادي ده الاوبتيك فيزيكل. خلاص عمل انفاجينيشن بالمنظر ده كده، عمل لي انفاجينيشن كده، ونزل في النص مين دلوقتي يا دكتور؟ اللينس فيزيكلز. لما حصل له انفاجينيشن ونزل جواه اللينس فيزيكلز دي بقى اسمه سكندري اوبتيك فيزيكل. السكندري اوبتيك فيزيكلز دي اللي هتدي بعد كده الريتنا، لان لها جزئين، جزء انر وجزء اوتر. جزء انر وجزء اوتر. الاوتر ده هو اللي بيدي الار بي اي ريتنال، حاجه اسمها ريتنال بيجمنتد ايبيثيليا. والجزء الانر هو ده اللي بيدي التسع طبقات بتاعه الريتنا. وهتلاحظ ان بينهم الاثنين مش لازقين في بعض، اللي بينهم سبيس اهو. طب امال مين اللي طالع ورا ده؟ ده الاوبتيك نيرف. ده اللي هيدي لي بعد كده مين؟ الاوبتيك نيرف. فالمنظر عندنا بيبقى كده، انا عندي السكندري اوبتيك فيزيكال بيبقى كده اهو، وطالع منه ادي ده الاوبتيك نيرف، وجواه بيبقى فيه مين يا دكتور؟ اللينس. انا عاوز اسال سؤال، من الرسمه دي اللينس دي اللي بالاسود طالعه منين اصلا؟ من السيرفيس اكتودير. ودي جمله ام اس كيو شهيره، كلنا متخيلين ان اللينس ما حدش يخطر في باله ان هي طالعه من السيرفيس اكتودير. اللينس بتاعتك طالعه منين؟ من السيرفيس اكتودير. عرفت ازاي؟ ان انا عندي الاكتودير من قسم لسيرفيس ونيورا. النيورال دي طلع منها ثلاثه بروجكشن، اللي هيطلع من العين الفور برين. الفور برين دي بيبدا يطلع منها دايفرتيكولم اسمه برايمر اوبتيك فيزيكال، اللي يبدا يحصل له جروس توردس السيرفيس اكتوديرم. اول ما يخبط في السيرفيس اكتوديرم يعمل اريتيشن، فتعمل بروليفريشن، فتعمل لي حاجه اسمها فيزيكلز، لينس فيزيكلز يعني بدايه اللينس. اللينس فيزيكلز دي هتبدا تعمل انفاجينيشن، ده اسمه سكندري اوبتيك فيزيكلز، اللي هيدي بعد كده الريتنا. طب لما تعمل انفاجينيشن اللينس تنزل بالجرافيتي في مكانها. في مكان مين؟ في مكان تنزل في المكان ده بالجرافيتي. خلاص طب والجزء اللي ورا ده مين؟ ده اسمه الاوبتيك نيرف. خلاص كده عرفنا يعني ايه كلمه برايمر اوبتيك فيزيكال، يعني ايه سكندري اوبتيك فيزيكال. تعالى بقى نقرا الجدول اللي موجود عندك، هتلاقي الدنيا سهله. السيرفيس اكتوديرم بيدي مين، والنيورال اكتوديرم بيدي مين، والميزوديرم بيدي مين. تعالى ناخد النيورال الاول لانه ده سهل. النيورال اكتوديرم بيدي الحاجات النيورال اللي في العين، يعني بيدي الريتنا وبيدي الاوبتيك نيرف، الفايبرز بتاعت الاوبتيك نيرف طالعه منه. بيدي الريتنا والاوبتيك نيرف وبيدي الفيترس. مش دي الريتنا وده الاوبتيك نيرف، هو بيدي الريتنا والاوبتيك نيرف وبيدي لنا كمان مين؟ وبيدي لنا الفيترس اللي قدامهم. خلاص كده؟ ده مش كده كمان. لو انت بصيت يا دكتور هتلاقي ان ده اسمه السيلياري بادي والايرس، وده اسمه الكورويد، والريتنا اهي. زمان الريتنا كانت مكمله هنا. فكانوا بيسموا الجزء ده من الريتنا، الابيثيليوم ده اللي بالريتنا بيسموه بارس ايريدس ريتيني، والجزء ده اسمه بارس سيلياريز ريتيني. يعني انت عاوز تقول ايه يا دكتور؟ عاوز اقول الابيثيليوم اللي بتغطي السيلياري بادي والابيثيليوم اللي بيغطي الايرس ده اصلا طالع من النيورال اكتوديرم. دي برضه جمله ام اس كيو لانها حاجه غريبه. يبقى يا جماعه اللي بيدي النيورال اكتوديرم ده بيدي الريتنا والاوبتيك نيرف والفيترس والابيثيليوم اللي بيغطي السيلياري بادي ومين؟ والاي. ده مش كده كمان، الزنيولز اللي ماسكه العدسه في مكانها، الحبال دي برضو اصلها نيورال اكتوديرم. طب يا دكتور مين اللي بيدي السيرفيس اكتوديرم؟
السيرفيس اكسوديرم ده بيدي ايه في العين؟ اي حاجه على الشارع. يعني السكن بتاع الايليد عباره عن سيرفيس اكسوديرم، صح؟ ده السكن. ده مش كده كمان، الابيسيليوم بتاع الكورنيا مش ده على الشارع؟ يبقى ده سيرفيس اكسوديرم. الابيسيليوم بتاع الكونجنتايفا يبقى ده برضه سيرفيس اكسوديرم. يبقى السيرفيس اكسوديرم بيدي الابيسيليوم بتاع الليد وبتاع الكورنيا وبتاع الكونجنتايفا اي حاجه على الشارع هو بيديها، صح كده؟ اهم حاجه بقى بيدي مين؟ بيدي الكريستالاين لينس. كريستالاين لينس طالعه من حاجه اسمها السيرفيس اكسوديرم، ودي جمله مسكه. طب الميزوديرم يا دكتور بيدي ايه؟ اي كونكتيف تيشو. يعني ايه اي كونكتيف تيشو؟ يعني العظم بتاع الاوربت، الفات اللي موجود جوه الاوربت، البلاد فيسلز، الماسلز، مش دي كلها كونكتيف تيشو يا جماعه؟ يبقى طالعه منين؟ يبقى طالعه من الميزوديرم. بالاضافه بالاضافه ركز كده، الميزوديرم بيدي لنا الطبقات بتاعت القرنيه اكسبت الابيسيليوم. اصل القرنيه بتاعتنا عباره عن ابيسيليوم وستروما، الاستروما بتاعت الكورنيا كونكتيف تيشو، يبقى طالعه من الميزوديرم. لكن الابيسيليوم طالع من السيرفيس اكتوديرم. الكونجنتايفا الابيسيليوم سيرفيس اكتوديرم، لكن الاستروما بتاعتها عباره عن كونكتيف تيشو، يبقى طالعه من الميزوديرم. اذا الميزوديرم بيدي لي اي كونكتيف تيشو. طيب هسالك سؤال، الاوبتيك نيرف طالع منين؟ من النيورال اكتوديرم. لكن المننجيس، الاوبتيك نيرف يا جماعه لما ناخد ان شاء الله في العين في تركيب العين هنعرف ان الاوبتيك نيرف عباره عن اعصاب وعباره عن مننجيس. الفايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف دي نيورال اكتوديرم، لكن المننجيس اللي بتحوطه دي كونكتيف تيشو، يبقى طالعه منين؟ يبقى طالعه من الميزوديرم. خلاص كده يا دكتور؟ يبقى ادي ده برده جزء الامبريولوجي. يهمني في الامبريولوجي تعرف الجدول اللي موجود عندك، وتعرف كل لاير بتدي ايه في العين، وتعرف يعني ايه برايمري اوبتيك فيزيكال وسكندري اوبتيك فيزيكال. ادي ده الايه الدايجرام بتاعها. خلاص كده، بالتوفيق ان شاء الله.